يعني زينب، موضوعنا غاية في الخطورة وغاية في الأهمية وغاية بأنه المتابعة أيضا من قبل الأهل وأيضا من قبل المسؤولين عن هذا الشيء. خلينا نسلط الضوء بشكل أوسع على ورشة العمل يلي عنونت نشاطها ببعض مشكلات الأطفال والصحة النفسية للأطفال المعتدي عليه والتربية الجنسية. مع ضيوفنا اليوم بدنا نرحب أكيد بالمرشدة الاجتماعية ريما الخن. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي، وأيضا الموجهة في مجال الإرشاد النفسي براء جبور. يسعد صباحك ست يسعد براء، صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. يعني مثل ما حكيت ليا، موضوع كتير مهم ولازم نسلط الضوء عليه، بس بالبداية خلونا نعرف ست براء، ليش اخترتوا موضوع التحرش الجنسي هالعنوان العريض عنوان للورشة؟ هلا كتير مهم بإطار الخطة اللي وضعتها منظمة طلائع البعث ممثلة بفروعها، فرع دمشق وفرع ريف دمشق إضافة إلى القنيطرة. كان من الأولوية والأهمية ضمن إطار هالأزمة العريض المخلفات كان أمر فظيع هو التحرش الجنسي. موضوع التحرش الجنسي كان لابد من تسليط الضوء على هذا الموضوع وتوعية الأهل وتوعية المدارس وكيفية التعامل مع الطفل المتحرش به، إضافة لأنه لابد من للطفل بأن يعرف بأهمية التربية الجنسية. لابد أنه نعرف جميعنا سواء أهل مدرسة مجتمع ما أهمية التربية الجنسية ومتى تبدأ وفي أي سن تبدأ. هلأ إذا قلنا نحن قلنا أهداف من هالأهداف من هاي ورشة اللي بتستمر لمدة 3 أيام، كان جهد مشاركة بين الموجهين والمرشدين النفسيين والاجتماعيين حول هذا الموضوع. الهدف الأساسي كان لورشتنا أن نعلم طفلنا ما هي التربية الجنسية، أن نوعيه حول هذا الموضوع. هلأ التربية الجنسية هي عبارة عن معلومات حول القيم والعادات والسلوكيات التي يجب أن ترضي المجتمع والتي يقبل بها ديننا الإسلامي حول الممارسة الجنسية. تبدأ التربية الجنسية منذ معرفة الأم بجنس مولودها سواء كان ذكر أو أنثى. نلاحظ بأنها تتجه إلى اختيار الملابس واختيار الغرفة التي تناسب جنس مولودها. من هنا تبدأ التربية الجنسية، ونقول بأن الأم مسؤولية الأم كبيرة إضافة إلى الأب العناية بالطفل، العناية والأهمية من حيث أن تعطيه المعلومات وتجيب على جميع تساؤلاته. نقول بأن النمو النفسي الجنسي بالنسبة للطفل، مراحل النمو وفقا لفرويد تمر ب4-5 مراحل، اللي هي تبدأ في المرحلة الفموية. كيف؟ منذ 7 شهور الأولى بيكون مرحلة الفمية الاستقبالية، عندما يبدأ الطفل في مرحلة الرضاع ومص الثدي. فهذه المرحلة يحدث لديه الإشباع الليبيدي، في حال وجود الحليب، في حال عدم وجود الحليب فإن هذا الطفل يشعر بالحرمان، من هنا يبدأ الحرمان وعدم الإشباع الليبيدي. المرحلة الفموية السادية والتي يكون فيها في من بعد الشهر 7 وإكمال العام بروز الأسنان لدى الطفل وشعور بالحرمان في عدم القدرة على أخذ الحليب بالشكل الكافي والكامل، ويبدأ مرحلة العض لديه بالنسبة للطفل عن طريق شد ثدي الأم. المرحلة الثانية هي مرحلة الشرجية. المرحلة الشرجية هنا في هذه المرحلة في العام الثاني والعام الثالث يبدأ الطفل تعلق الطفل بيتعلق بالأم أكثر. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الذكرية القضيبية اللي بيكون فيها العناية وتسليط الضوء على الأعضاء الجنسية بالنسبة للذكر والأنثى. بيكون عنا تعلق الأم بالذكر والعكس أيضا، وتعلق الذكر بالوالد. طبعا هاي المراحل إضافة لمرحلة الكمون. مرحلة الكمون هي بتبلش بالعام 6 و7 اللي بيكون فيها تلقي للمعلومات والقيم والمبادئ، أكثر بيكون تلقيها عن طريق المدرسة من خلال الأنشطة المتنوعة، الأنشطة المنوعة منظمة بتعطيه المعلومات الكافية. بعدين عندنا مرحلة المراهقة اللي بيهمنا نحن نركز الضوء أكثر شيء على مرحلة ما قبل المدرسة، مرحلة الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة. أهمية بالغة بالنسبة للطفل بأنه يحصل على المعلومات. هلا بالعام السن الثاني والثالث يبدأ تساؤل الطفل. أكثر شيء منلاحظ تساؤل الطفل عندما ينظر إلى جسده،
يريد معرفة أعضاء جسده ومسمياتها بالصحيحة وعدم اللف والدوران. ننبه الأهل بعدم اللف والدوران على تسميتها بغير مسمياتها. لابد من أعطاء المسميات العلمية الصحيحة لأعضاء جسم الولد، حقه بالاستكشاف، هذا حق للطفل بأن نعطيه المعلومات، وواجب على الأهل أعطاء هذه المعلومة. إذا يستكشف، وأكثر مرحلة بتكون خلال فترة الحمام أو فترة النوم. ممكن الطفل قبل بداية مرحلة الكلام والمشي ممكن يشير على أعضائه، فلا بد أن أعطيه الجواب بأن كما نقول بأن هذا أنف هذا فم، يجب أن نجيب على جميع تساؤلاته ونشبه هذا الفضول لديه. إضافة إلى توقع الإثارة بالنسبة للطفل، في مرحلة يركز هذا الطفل على الأعضاء التناسلية، ببلش مرحلة اللعب الجنسي، خلينا نذكر الأمور بمسمياتها، نلاحظ مرحلة بدء نشاط اللي هو نشاط الاستمناء عند الطفل. يحاول الأهل إبعاد الطفل عن هذا الأمر. إذا لم يستطع الأهل إبعاد الطفل عن هذا النشاط، هو نشاط طبيعي، أهم شيء أنه يعرفوا الأهل أنه هذا أمر طبيعي ينشأ عند الطفل، وأنه إبعاده عن طريق تعويضه بنشاط بديل، أنشطة أخرى عن طريق الموسيقى، غير ذلك إذا لم نستطع فممكن أنه نأخذ الطفل على جانب آخر ونقول له بأن هذا العمل يتسم بأهمية الخصوصية، هذا أمر خاص فيك. وفي حالة تكرار هذا النشاط يجب دراسة هذا الموضوع، لأن هناك يكمن ما يسمى بالاعتداء الجنسي، وأحيانا يكون الطفل أنه وراء عدم شعور بالأهمية ضمن الأسرة، شعوره بالقلق، شعوره بالاضطرابات، عدم ثقة بنفسه، لابد أن متابعة ذلك وإطلاعه على مجموعة من الأمور الهامة حول هذا الموضوع. إضافة في بيكون في عند الطفل فضول تجاه الآخرين. هلأ ملاحظ ضمن الأسرة لما بيزوروا العائلات بعضها، الأطفال الصغار الذكر والأنثى بيتجهوا لغرفة تانية وبيروحوا بيلعبوا لعبة الطبيب، بدهم يبلشوا انه الطفل في عنده فضول انه يكشف اعضاء الجنس الاخر، عنده فضول يعرف انه ليش الذكر غير الانثى. اضافة لامر اخر، انا لازم استغل فرص، كيف الاهل يتصرفوا بهي المرحلة انه يستغلوا الفرص. مثلا الطفل ضمن الاسرة لما بتحدث عندي حالة حمل، لازم اقول له انه الجنين بيكون ضمن بطن الام وعلمه معلومات. هلا الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ممكن يقبل بالمعلومات الغامضة، لكن اما الطفل في مرحلة المدرسة يريد أجوبة وعلى أسئلته، ولكن بشكل علمي لا يقبل بالإجابات الغامضة. من الضروري إعطاء المسميات بمصطلحات علمية ونكون أكثر وضوح، ونتوقع منه الأسئلة التي تطلب التفصيل أكثر من المرحلة ما قبل المدرسة. إضافة إلى قلق المراهق، قلق المراهق من نوع من التبدلات الجنسية التي تحصل لديه في مرحلة المدرسة، بتبلش بشكل مبسط التطورات اللي بتحصل عليه، لا بده يسأل عنها. إضافة إلى المسؤوليات والنتائج، لابد نوضح للطفل بأنه نتائج النشاط الجنسي له نتائج، هو سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين. بالنسبة للسلاح الإيجابي، السلاح السلبي بنقول أنه هذا ممكن ينتج عنه النشاط الجنسي، ممكن ينشط عنه الحمل، ممكن ينتج عنه الانحراف الجنسي، الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الجنس، يجب توعيته حول هذا الأمور. لكن بنفس الوقت أن نكون نزيهين وأمينين، نوصل إلى المعلومة بأنه هذا الطفل أيضا العملية الجنسية هي عملية إيجابية، لكن تحصل ضمن الإطار والنظم المجتمعية المقبولة دينيا مجتمعيا. نعم. هذا أمر كتير هام بداية. نعم سيد براء، يمكن حكيتي لنا نقاط كتير مهمة، وخاصة يمكن هلأ نحن بوقت الأطفال يمكن عم يبلغوا على بكير بسبب الأكل وبسبب الأكل الجاهز وبسبب الهرمونات وإلى ذلك. خلينا نحكي مع الست ريما بالمدرسة كمان، للمدرسة بما أنه حضرتك مرشدة اجتماعية بالمدرسة، كمان المرشدة لها دور كتير كبير، هي ظهرت مهامة بالسنوات الأخيرة، يعني صارت وجودها كتير مهم بالمدرسة وبالظروف يلي عم نمرق فيها، قديش مهم التقرب من الأطفال، التواصل مع الأهل، فهم الحالة واستوعابها بالشكل الصحيح، والتعاون مع المدرسة والبيت أيضا، يعني دورك جدا مهم. طبعا الإرشاد الاجتماعي كونه فعلا مهم بمجتمعنا ككل، يعني مو بس بالمدارس، حتى بالمؤسسات المفروض يكون في إرشاد اجتماعي لأي اختلاف أو خلاف بين ممكن أنه تصليح الوضع، يعني من خلال الإرشاد الاجتماعي بالمدارس هو بناء، بما أنه نحن عم نبني
للطفل للمستقبل وللمجتمع وللوطن، فلابد من وجود الإرشاد الاجتماعي، وجود أنه يكون مترافق دائما مع الطفل بشكل دائم مع الأهل، لأن دور الأهل هو دور كتير كبير، هو كتير أساسي، هي المؤسسة الأولى أولا وأخيرا بتربية الطفل. فهو بيكون في تعاون بين الإرشاد والأهل رح نقدر نكون بيئة سليمة قادر الطفل أنه يعيش فيها بدون أي أغلاط، بدون أي سلوكيات غير صحيحة خلال مرحلة حياته. وبيكون في عنا نحن برنامج محدد كإرشاد اجتماعي محطوط. نحن كمنظمة طلائع البعث حاليا عم نهتم بالإرشاد الاجتماعي بشكل أكبر، كون يعني هلأ صار مفهوم الإرشاد الاجتماعي واضح أكثر، واضح صحيح، وصارت الأهل تتقبل، صارت الأهل تيجي لعند المرشد وهي تطلب، أوقات هي بتطلب وجود حلول لتصرفات الأولاد. بالنسبة للطريقة العمل كإرشاد اجتماعي، فنحن عم نعتمد على أنا كمرشدة اجتماعية بنفس الوقت مع منظمة طلائع البعث عم نساوي خطط لنحن نمشي بأربع محاور ببرنامجنا: محور الأنا، محور الأنا والآخر، محور المدرسة، محور العائلة، ومحور الوطن. بهالأربع محاور نحن وقت ندمجهم مع بعضهم ومنحكي، مثلا كان موضوعنا بالشهر بالأسبوع الأول عن فرضنا عن الموضوع اللي عم نحكي عنه اليوم هو التحرش الجنسي والتربية الجنسية، فبيكون في دراسة معينة لطريقة إعطاء المعلومة للأهل، إعطاء المعلومة للولد، كيف إعطاء المعلومة يعني عم يتم في تواصل أو لازم تتواصلوا مع الأهل تقولوا لهم هدول المعلومات لازم بهيدا العمر هنن يفهمون، أو تشيكوا على الأطفال يلي ما عندهم معلومات مثل ما ذكرت عن الست براءة أنه أنتوا تفرضوهم على الأهل أنه لازم يتعلموا، أنه في كتير أهل يمكن بعيدين تماماً. كل البعد عن التربية تماماً. الصحيحة صار في حالات أنه يكون البعيد بعد عن الحالات أولادهم، بس أنا في عندي كمرشدة اجتماعية أنا وقت بتحبي الولد قادرة أنك توصلي له المعلومة اللي بدك إياها بمحبته لإلك، يعني هو قادر أنه يسمع لك لآخر حد، وقت بتكوني أنت عم تلعبي معه، وقت بتكوني أنت عم تشاركي بصفه، وقت بتكوني تسمعي. نعم، وعم تسمعي أيضا. وعم تسمعي طبعا بأي سؤال بده يسأله، بأي موضوع معين بده يسأله اسأله، بدي لازم جاوبه. أحيانا الأهل منشوفهم بيقولوا مثلا بعد من هون، روح من هون، لا تسألني هلأ مو وقته، هذا كله أساليب هي منوضحة كمان الأهل باجتماع بيكون خاص مع حسب حالة الطفل منوضح له إياها، منوضحها للأهل. هلأ ممكن أدخل على الخط هذا بس الموضوع. بدي أسأل أنا ليش ما مثلا أنتم كأخصائيين بتعملوا كراسات خاصة توزع على الأهل معلومات مصطلحات كيفية إيصال هي المعلومات، خاصة أنه هي معلومات حساسة، يعني أنه طريقة إيصالها حتى للطفل والعمر كمان والعمر بيلعب دور، فكيف كمان فيكم تعملوا هذا الشيء؟ عفوا عم يتم يعني عم يتم طرح هذا الشيء من خلال كتاب ما نسميه كتاب أخلاقيات، بما بقدر ما نسميه سلوك، سلوك الصحيح بالتعامل مع الطفل والتعاون بين الإرشاد وبين الأهل والمدرسة حتى بشكل عام. نعم تفضل. هلأ ممكن نحن أهم شيء لما نعرف سلوكات ظاهرة على الطفل، شو السلوكات مثلا لما منلاقي بالمدرسة أحيانا ألفاظ حركات التعري مثلا، مثلا جنسية مثلية، كثير من التصرفات بتظهر سلوك غير مخالف للسلوك الطبيعي بالنسبة للطفل. أهم شيء أني أنا أستقبل هذا الطفل ويكون عندي أريحية، لازم أنا أكون إنسان كمرشد نفسي أو أي شخص موجود بهذا المدرسة دور المرشد النفسي أو الاجتماعي، أنا استوعب هذا الطفل يشعر بالأمان أنه يجي يلجأ لي ويحكي لي. لما بده يحكي لي هذا الطفل لازم أسمعه، عدم السخرية، عدم الاستهزاء، حتى واجب الأهل بنفس الوقت أنه أنا ما أضحك والهروب من الإجابة، لازم أعطيه الجواب الشافي، لازم أعطيه المعلومات لحتى مكنه من أنه أنا لما بمكن طفلي من المعلومات بيصير عنده اطلاع على كل التطورات ومعلومات التربية الجنسية، أنا مكنته من كل شيء ودخلته بأنشطة بديلة مثل ما قلنا أي نشاط تاني ضمن المدرسة، إن شاء الله رياضة، موسيقى، سباحة، أي نوع من النشاط، فأنا بعدته عن شيء اسمه هو اللعب الجنسي، بعدته عن الانحرافات الجنسية المثلية. هلأ إذا بدي أدخل على مجال مثلا الجنسية المثلية، هذا الدور الشاذ بالنسبة للطفل، أنا لازم نبه على كتير أمر. شو أسبابه؟
أسبابه أكيد. أولاً هو موضوع يمكن ست براءة كتير كبير وكتير عميق وبدو حلقات حتى نقدر نحكي فيه. نحن منكتفي بهذا الحد لأن وقتنا خلص. نشكر وجودكم معنا وطبعاً موفقين بالورشات وإن شاء الله كل الحالات تقدروا توصلوا لها ونوصل لمرحلة ما تضل طيل الكتمان ليوم. صحيح زينب، عن جد يمكن كلام كتير مهم، أمور كتير مهمة لازم هي يمكن يتضوى عليها من قبل الأهل إما ومن قبل المدرسة. شكرا كتير ست براءة، وشكرا كتير شكرا كتير لكم، شكرا لوجودكم.